بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده، وهو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم. هنتكلم في المحاضرة دي يا جماعة عن موضوع مهم جدا 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 في التشست، وده يعني يمكن أهم موضوع بالنسبة للجماعة بتوع الماجستير. إزاي تقرأ البلين إكس راي أو ذا تشست، هاو تو ريد ذا تشست فيلم. فعايزين لو سمحتوا نركز تركيز شديد في الكلام اللي احنا هنقوله ده، عشان الحاجات دي كلها حاجات بيزك المفروض إن مفيش حد يغلط فيها. يعني احنا عشان نقرا التشيست فيلم عايزين ثلاث حاجات: نبقى احنا عارفين الاناتومي بتاع الثوركس، ونبقى عارفين الفيلم اللي قدامنا اللي احنا بنشوفه ده متصور بشكل سليم ولا لا، وثالث حاجه نبتدي نعمل انتربريتيشن فايندنجز الموجوده في الفيلم. الحقيقه انا كنت برضو هي كانت محاضره واحده تشمل الثلاث حاجات دول بما فيهم الاناتومي، فأنا عملت الأناتومي بشكل سيبرت من الحاجات التانية ديت، بحيث إن الكلام ما يبقاش كتير أو يتدخل مع بعض يعني. فإحنا هنتكلم في المحاضرة دي على التكنيكال أسبكتس، الحاجات بتاعت الفيلم ده كويس ولا لأ، و how to interpret الفايندنجز الموجودة في الفيلم. احنا قلنا عشان تقرا الفيلم عايز الاناتومي بتاع اللنج وبتاع الهارت وبتاع البلورا والميدياستاينم والثوراسيك كيج والديافرام، كل الحاجات دي، ودي احنا قلنا يعني في دي محاضره لوحدها. الحاجات التانية الجزئيتين التانيين ان احنا ازاي نتاكد ان الصوره اللي قدامنا دي سليمه، والخطوه اللي بعدها ازاي ان احنا نعمل انتربريتيشن فايندنجز الموجوده فيها. عشان نعرف ان الصورة دي سليمة يلزمنا حاجتين: يلزمنا ان احنا نشوف ان في داتا معينة مكتوبة على الصورة هنا، ويلزمنا حاجات تانية خاصة بالكواليتي بتاعت الصورة دي متصورة بشكل سليم ولا لا. الداتا اللي مطلوبة ان هي تبقى موجودة على الفيلم، في داتا خاصة بالعيان ده اللي هي البيشنت داتا، اللي هي اسم العيان، السكس اوف ذا بيشنت، والايدج بتاعه، لان كل الحاجات دي هتفرق معانا، عشان يعني ما ينفعش ان ما يبقاش في اسم عيان مش مكتوب. يعني انت ما انتش عارف ده الفيلم ده بتاع مين، ما تبقاش عارف ان دي ميل ولا في ميل، وانت مثلا عندك فيه ديبوزيتس او انت شايف فيه بريست شادو او انت يعني. فالحاجات دي كلها لازم تبقى كلير. الحاجه اللي بعد كده ان يبقى فيه داتا معينه خاصه بالفيلم مش بالعيان، اللي هي عبارة عن ايه؟ السايد اورينتيشن، يعني الماركس اللي هي اللي محطوطة على الفيلم، الرايت والليفت، يعني دي الناحية اليمين ودي الناحية الشمال، دي رقم واحد ماشي. السايد ديسكريبشن. الحاجة التانية ان احنا نكون عارفين الاورينتيشن، يعني الفيلم ده متصور اي بي ولا بي اي، ولا متصور والعيان سوباين، ولا متصور وهو اريكت، ولا في اللاترال ديكيوبتس. كل الحاجات دي بنسميها الاورينتيشن ماشي يا شباب. ده الحاجات اللي هي الخاصه بالداتا اللي على العيان. يبقى الداتا دي حاجات خاصه بالمريض وحاجات خاصه بالفيلم، لان الحاجات دي المفروض ان احنا هنكتبها، هنكتب المارك هنا ده يمين ولا شمال. لو انا مصور العيان اي بي هكتب عليه ان ده اي بي، لو متصور سوباين هكتب عليه سوباين، لو متصور لاترال ديكيوبتس هكتب لاترال ديكيوبتس. فدي الداتا اللي المفروض تبقى على الفيلم. الحاجة التانية ان انت هنشوف بقى الفيلم ده متصور بشكل سليم ولا لا. احنا طبعا بنجمع الكلام اللي احنا هنقوله بعد كده يا جماعة، بس بنجمعه كله على بعضه. الفيلم ده متصور بشكل سليم ولا لا، انت عايز اربع حاجات: عايز تشوف العيان ده تلتد ولا لا، يعني الروتيشن بتاع الفيلم، هل العيان واقف سنترالايز ولا لا. تاني حاجة هو الاديكواسي اوف انسبيريشن، يعني هل هو واخد نفسه بشكل سليم ولا لا، بحيث ان هو عامل انفليشن لللانجز فكل حاجة فيها باينة. بعد كده هل انت البنتريشن اوف اكس راي اللي انت اديتها وانت بتصور العيان دي مظبوطة ولا لا،
فالفيلم ويل بنتريتد في اللانز كلير والميدياستاينم كلير والكلام ده كله. وفي الايرورز بقى اللي احنا بنشوفها كتيره وهنعلق عليها ايه الحاجات ونصلحها ازاي. دي يا جماعه الحاجات اللي هي كلها اللي هي النقطه الاولانيه، ان انا اتاكد ان الفيلم ده سليم بالحاجتين دول، قلنا الداتا اللي مكتوب عليه، والحاجه التانيه ان احنا نشوف الكواليتي بتاع الفيلم. نبتدي نتكلم على كل جزئيه لوحدها يا جماعه. الاول قبل ما نتكلم على كل جزئيه لوحدها، دي الخطوه اللي بعد كده بقى اللي احنا هنعملها بعد ما نتاكد ان الفيلم سليم. عايزين نعمل انتربريتيشن للداتا اللي موجوده لاي حاجه في الصوره. فعشان نعمل انتربريتيشن المفروض ان احنا نعمل اسسمنت للحاجات دي، تعمل اسسمنت لللنج والبلورا. انا كاتبهم كده يا جماعه بحسب الاهميه بتاعتهم، وانت عود نفسك كده في الراديولوجي في اي حاجه ان انت ترتب الحاجات باهميتها باولوياتها. فانا عندي اللنج دي رقم واحد، يليها البلورا، يليها الميدياستاينم وبلاس الهارت، لان الهارت يعتبر جزء من الميدياستاينم. الاير واي، الثوراسيك كيج اللي هو العظم والحاجات دي كلها، والسوفت تيشو اللي بره ده، واخر حاجه هنتكلم عليها اللي هم الهيدن ارياز اوف ذا تشست، ودول اربع حاجات اللي هم بيشملوا اللانج ايبكس والهايلم والديافرام والريتروكاردياك سبيس. وهنتكلم بشكل مفصل عن كل واحده من دول، بس هم دول الحاجتين اللي هم موضوع المحاضره يا جماعه. خلاص نتاكد ان الفيلم معمول بشكل سليم، ودي الداتا اللي احنا الحاجات اللي احنا هنعمل لها اسسمنت بعد كده. طيب نمسك اول خطوه، ازاي نتاكد ان الفيلم ده معمول بشكل سليم؟ قلنا اول حاجه تتاكد ان فيه داتا معينه مكتوبه على الفيلم. الداتا دي حاجات خاصة بالعيان وحاجات خاصة بالفيلم نفسه. الحاجات اللي خاصة بالعيان قلنا البيشنت نيم، السكس، الايدج بتاعه. ماشي؟ طيب ادي أول خطوة. الحاجات التانية اللي هي خاصة بالفيلم نفسه، رقم واحد إن أنت يبقى عندك مارك موجود على الفيلم، يا إما موجود رايت يا إما موجود ليفت. خلاص يا شباب، عشان يعني ما هو ما ينفعش يبقى انت مثلا عندك ديكستروكارديا وانت ما عندكش فيلم مارك مكتوب ومش قادر تشخص حاجه زي كده. الحاجه الثانيه لو ما انت تشوف ابنورماليتي زي دي كده موجوده هنا وانت ما عندكش مارك موجود على الفيلم، انت ما انتش عارف دي يمين ولا شمال ولا ايه بالظبط. فدي حاجه مهمه جدا لازم احنا نبقى عارفين. ما حد هيقول لي طب ما الهارت اهو، الهارت على الناحيه الشمال. هو الهارت في كل الاحوال بيبقى على الناحيه الشمال، ممكن يبقى فيه ديكستروكارديا. طيب وبالتالي لو انت مش لاقي مارك موجود على الفيلم لازم تعيد الفيلم، ده مش مسموح ابدا، من الحاجات اللي مش مسموحه نهائيا ان التشيس اكس راي فيلم ما يكونش عليه مارك. ماشي يا شباب، لو التكنيشن ما هوش متاكد الناحية اليمين فين والناحية الشمال فين ومش حاطط لك الكلام ده على الفيلم، لازم تخليه يعيد الفيلم تاني. طيب بعد كده الحاجة اللي بعد كده، دي أول حاجة نشوف يمين ولا شمال. الحاجة التانية الأورينتيشن. أورينتيشن يعني إيه؟ يعني الفيلم ده متصور في البي إي اللي هو الطبيعي بتاعنا خالص اللي هو النورمال، ولا متصور إي بي أنترو بوستيريور. الانترو بوستيريور احنا طبعا لو هو بي اي مش شرط ان انت تكتب ان هو بي اي على الفيلم، لان هو الطبيعي ان انت تعمل بي اي. لكن لو هو متصور اي بي انترو بوستيريور دي انت المفروض ان انت تكتبها على الفيلم، فتنبه اللي هيقرا الصوره دي او الكلينيشن اللي هو هيبص على الصوره دي ان الصوره دي متصوره اي بي. ماشي يا شباب، واحنا طبعا كلنا عارفين ان احنا بنعمل الصوره بنصور بي اي، يعني العيان بيبقى الكاسيت قدامه والاكس راي بيم جايه من ظهره اللي هي الصوره دي كده، عشان الهارت از ان انتيريور ستراكشر. واحنا بنبقى احنا عايزين كل ما الحاجه اللي انت عايز تظهرها كويس كل ما تبقى ان كونتاكت مع الفيلم. والحاجه الثانيه هو واقف في البوزيشن ده هتقدر وهو حاضن الكاسيت اللي قدامه هتقدر تبعت السكابيولي اللي هم دول خلاص عن الصوره زي ما انت شايف كده. ما هو دي الحاجه اللي هتعرفك الصوره دي معموله في البي اي ولا الاي بي.
لو انت لقيت في الصورة السكابيلي اللي انت شايفهم دول جايين سوبر امبوزد على اللانكس اللي هي دي، يبقى تعرف ان الصورة دي متصورة اي بي. لو لقيت السكابيلي بعاد مش موجودين اساسا خلاص، او الميديال مارجن بتاع السكابيلي دي بعاد عن الفيلم، يبقى الصورة دي متصورة اللي هو الوضع الطبيعي النورمال خالص. وده طبعا من الحاجات اللي بتخلينا ان احنا نصور العينين بي ايه، ان انا عايز ابعد الاسكابيولي دي عن اللانج شادو بحيث ان انا اقدر احكم على اي حاجه فيها لو فيها حاجه مشكله خلاص. يبقى احنا هنكتب الايه، لو انا مصوره اي بي هكتب على الفيلم هنا اي بي، مصوره بي ايه نو نيد ان انت تكتب بي ايه. اوكي، وعرفنا هتعرف دي بي ايه ازاي ودي اي بي ازاي. طيب الحاجه اللي بعد كده الصورة دي يا شباب اللي احنا شايفينها دي، ده متصور بي اي ولا اي بي؟ احنا قلنا من شوية بص على الاسكابيلي، لقيتهم جايين لك في الصورة اعرف ان دي اي بي انتروبوستيرور. ده طبعا الاسكابيلي بعاد خالص اهمت مش ظاهرين ماشي، ادي الميديال مارجن بتاع الاسكابيلا اواي فروم اللانج فيلد. دي الصورة العادية بتاعتنا يا جماعة اللي هي البي اي فيلم. طيب الحاجة التانية من الاورينتيشن اللي هي الداتا اللي المفروض تبقى موجودة على الفيلم، ان احنا لو العيان متصور في وضع سوباين، طبعا الوضع الطبيعي ان العيان بيتصور في الاريكت بوزيشن، واحنا لما نصوره في الاريكت بوزيشن ما نكتبش الكلام ده برضو على الفيلم زي البي اي بالظبط كده. امال لو احنا اضطرينا نصوره في السوباين او في اللاترال ديكيوبتس لازم نكتب الكلام ده على الفيلم. طبعا السوباين واللاترال ديكيوبتس ده الحاجات دي مين اللي بتتعمل في العينين بتوع الاي سي يو يا شباب؟ احنا عارفين طبعا الكلام ده، العين اللي مش قادر يقف، طفل صغير، كل الكلام ده احنا بنصورهم في السوباين. وطبعا اللاترال ديكيوبتس ليه انديكيشنز معينه. طيب وبالتالي لو انت عندك الفيلم متصور سوباين او لاترال ديكيوبتس لازم نكتب الكلام، لان الفيلم السوباين يعني انا مثلا عندي الصوره دي السوباين اهو شايفين يا جماعه متصور اي بي خلاص، بص الاسكابيولي اهي ماشي ومتصور سوباين. طيب هو متصور سوباين وطبعا ما هو السوباين لازم هيبقى اي بي يا شباب عشان احنا نبقى عارفين يعني. طيب السوباين عمل ايه؟ ده في بلورال افيوجن هنا موجودين هنا، انت ما بقيتش شايف البلورال افيوجن بالشكل السليم اللي احنا مش عارف ايه ورايزنج للاكزيلا وكل الديتيلز دي. ليه؟ لان الفلويد الموجود في البلورال كافيتي فرش او سرح في البلورال كافيتي بقى بالمنظر اللي انت شايفه ده، فبقى عامل لك فيلنج للرايت لانج كانه حاجه بالمونري، فالصوره ما بقتش كلير بالنسبه لك. فطبعا انت لما انت تبقى عارف ان الصوره دي متصوره سوباين تبقى انت حريص بقى في الكلام اللي هتكتبه، ما تقعدش تقول ده دي نيومونيا ده دي مش عارف ايه، لا سيمبلي ممكن يكونوا شويه بلورال فلويد وبقوا باينين قدامك بالشكل ده. يبقى الحاجه اللي بعد كده اللي احنا هنكتبها اذا كان الفيلم سوباين ولا لا. طيب ادي برضو السوباين فيلم، السوباين فيلم فاكرين احنا لما احنا اتكلمنا في النيوموثوركس وقلنا الفيتشرز بتاع النيوموثوركس او الفايندنجز بتاع النيوموثوركس والعيان واقف غير والعيان نايم. العيان اللي متصور في السوباين برضو هنلاقي اللي هو الديب سالكس ساين اللي هو اللي نازل تحت ده اللي بيقول لنا ان فيه نيوموثوركس على الناحية الشمال، يعني العيان اللي هو نايم على ظهره ده هيبقى صعب شوية ان انت تحكم على وجود النيوموثوركس فيه. وبالتالي لما انت تبقى عارف ان ده متصور في السوباين وتلاقي الكوستوفرينك انجل دي كده ديب، فبرضو تبتدي تشك ان دي فايندنج بتاع نيوموثوركس. ده كله من معرفتك ان الصورة دي متصورة سوباين. اللي بعد كده الصورة العيان متصور لاترال ديكيوبتس خلاص زي ما انت شايف كده. اللاترال ديكيوبتس احنا عارفين ان لو في بلورال افيوجن هيبقى موجود في الايه في الجنب كده، واحنا عارفين ان اللاترال ديكيوبتس هو اللي بيبين السمول اماونت بتاع البلورال افيوجن اول حاجه في البلينكس ري. لو عندي 25 سي سي من البلورال فلويد هيبانوا في الايه في اللاترال ديكيوبتس. دي الحاجات اللي هي خاصه بالايه بالكلام اللي هيتكتب على الفيلم،
يبقى الكلام اللي هو خاص بالبيشنت والكلام اللي هو خاص بالفيلم نفسه، سواء السايد اورينت سواء السايد او سواء الاورينتيشن. واحنا قلنا الاورينتيشن يا اي بي يا سوباين يا لاترال ديكيوبتاس، كل الكلام ده يا جماعه اي حاجه ابنورمال نكتبها على الفيلم. نيجي بعد كده خلاص خلصنا من الخطوه دي، الصوره قدامك مكتوب عليها الداتا دي خلاص، وعايز انت تشوف تعمل اسسمنت الفيلم ده اتصور بشكل سليم ولا لا. ادي النقطه الثانيه. لا، عشان تعرف الحكايه دي المفروض ان انت في حاجات معينه، اربع حاجات تبقى عارفهم. اول حاجه فيهم الروتيشن، يعني هل العيان ده يعني واقف سنترالايزد وهو بيتصور، ولا هو ملوح على جنب، ولا ايه بالظبط. عشان تعرف الحكايه ديت هات الفيلم اللي قدامك وشوف ادي السباينس بروسس اللي بتاعت السيرفاي بتاع الدورسال سباين دي، طبعا بتمثل نص تماما نص التشست. لما انت تيجي تقيس المسافه بين السباينس بروسس والميديال اند بتاع الكلافيكل من هنا وهنا، المفروض المسافتين دول يكونوا قد بعض عشان تتاكد ان الـ 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 الفيلم ده متصور مظبوط سنترالايزد يعني. والحاجه الثانيه برضو الخايبه اللي انت برضو مش مطالب بيها قوي، ان الفيفث ريب المفروض ان انت تبقى شايف الانتيريور اند بتاعته وشايف البوستيرور اند بتاعته، لكن دي مش حاجه اساسيه. الحاجه الاساسيه ان انت تبص على الميديال انس وذا كلافيكل، المفروض يكونوا ايكوي ديستانس فروم ذا سباينس بروسس اوف ذا دورسال سباين، وتشوف فوق بقى كده اللي هو الايه الجزئيه دي. طيب الروتيشن ده ايه المشكله بتاعته؟ يعني لو العيان ملوح ايه المشكله؟ ده واحد ملوح من غير ما انت تقيس مسافاته، من غير ما تعمل حاجه، انت شايف ان راسه رايحه في ناحيه والهارت رايح في ناحيه وهكذا. فكل الكلام ده كل ده اسمه جروس روتيشن، ده النورمال اهو يا جماعه. وده طبعا العيان معمول الناحيه الثانيه تماما، وده طبعا اللي احنا بنشوفه في الاي سي يو. وعشان كده لما انت تشوف الصوره ديت والتكنيشن مش قادر يصور العيان صوره غير ديت، فاحنا مش هنعذب في العيانين، بس انت تبقى انت عارف وتبقى حريص في الانتربريتيشن بتاع الفايندنج ان الصوره دي ملوحه، فما تعملش اكساجيريشن الفايندنجز الموجوده. يعني ما تجيش على دي وتقول ده في ماس مش عارف ايه، وتيجي على الحته دي تقول لا. انت لما انت تبقى فاهم ان الصوره دي في تلتد خلاص، العين ده ما هوش ويل سنترلايزد، يبقى انت تبقى انت حريص جدا وتحسس على الكلام اللي انت بتقوله عشان ما تكتبش باثولوجي، لان الروتيشن ده بيعمل سوبر امبوزيشن لتيشوز فوق بعضها. فالحاجة الواضحة قدامك الجروس باثولوجي تقوله، بس ما تعملش اكساجيريشن للفايندنجز الموجود. الجزئية دي احنا قلنا بنشوفها في البتوع الاي سي يو، وبنشوفها كمان في الاطفال الصغيرين في النيونيتس. يعني تلاقي الطفل طبعا بيتصور في السوباين بوزيشن وتلاقي راس الطفل جاي على ناحية كده والفن مش واخد باله. طبعا اول ما البيبي يودي راسه على ناحية فبتلاقي التشيست كله راح في نفس الناحية اللي الهيد بتاعت البيبي فيها، وبالتالي تبتدي انت برضو تعمل انتربريتيشن للفايندنجز بشكل خاطئ يعني. فانت برضو لما تيجي تصور بيبي قول للفني يخلي الهيد بتاعته تبقى ويل سنترلايزد في النص، لان هي دي اللي هتظبط التشيست بتاعه. ما طول ما دماغه ملوحه التشيست هيطلع معاك ملوح. خلاص يا شباب دي الحاجات. يبقى اول حاجه ادي تاثير الروتيشن على الصوره اللي انت هتعمل لها انتربريتيشن. ده لما يبقى فيه سلايت روتيشن خلاص، يعني جيت تقيس المسافه دي كده اللي فاتت دي لما يبقى فيه روتيشن واضح. طيب لما يبقى فيه روتيشن بسيط كده، يعني تلاقي المسافه دي هنا اوسع من دي شويه، معنى كده ايه؟ دي هتعمل لك مشكله في الايه؟ في القرايه بتاعت اللانج ايبكس دي يا شباب. قراية اللانج ايبكس دي من الحاجات المهمة جدا، لأن دي من الهيدن ارياز اللي احنا هنتكلم عليها بعد شوية.
دي بيجي فيها البانكوس تيومر، يعني حاجة خطيرة جدا، فما يمنعش برضو، فما ينفعش ان انا اعمل حاجة وتمس دياجنوزس مهم جدا بالشكل ده. الروتيشن لما بيبقى برضو بسيط بالشكل ده كده خلاص، برضو ممكن البريس شادوز خلاص يجوا سوبر امبوزد، يعني هنا مثلا الكوستوفرينيك انجل واضح، هنا دي بلانت لان البريس شادو اللي بره ده جه سوبر امبوزد، فانا اشوف الحكايه دي اقول ده في بلورال افيوجن ومش عارف ايه. لكن لو العيان ويل سنترلايز هتشوف الانجل دي شارب وتشوف الانجل دي شارب. ماشي يا جماعه، دي اهميه الروتيشن. طيب النقطه اللي بعد كده اللي انت عايز تشوف الفيلم ده متصور بشكل سليم ولا لا، ان هو هل العيان واخد نفسه كويس ولا لا، الادكواسي اوف انسبيريشن. عشان تعرف الحكاية دي المفروض ان انت تعد الريبس تلاقي 9 9 posterior rib باينين عندك في الصورة و 7 anterior ribs موجودين عندك في الصورة، يعني الميديال اند بتاع، يعني الاند بتاع ال 7th anterior 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 7th ribs 7th rib اللي هو ده جاية على الايه، على الدافرام انت شايف يعني. طيب خليك حتى في الـ في الـ في الـ في الـ في البوستيريور اللي هم الاسهل اللي انت هتشوفهم قدامك على طول. لما انت تعدهم كده المفروض ان انت تلاقي رقم 9 ده فوق الليفل بتاع الدافرام عشان تعرف ان العيان ده خد نفسه بشكل سليم ولا لا. ماشي، وطبعا ده ياخدنا الكلام، هو انت تعرف تعد الريبس؟ ما هو انت لو ما انتش عارف تعد الربس هتبقى انت عملت مشكله كبيره جدا، لان دول طبعا اللي قدام دول يا جماعه دول الانتيرير. ماشي، دول اللي قدام اللي هم باينين بالعافيه دول الانتيرير، لان احنا مصورين بي اي والانتيرير دول هم اللي في الفيلم، ودول البوستيرير اللي قدامنا دول خلاص اللي سهل ان انت تعدهم دول. ماشي، طيب الحاجة اللي بعد كده اهو ادي الادكواسي اوف انسبيريشن. دي الصورة دي متصورة بشكل سليم، يعني لما تيجي تعد الريبس دول هتلاقي 9 فوق ال 9 بوستيريور فوق الرايت دايفراجماتيك او فوق الدايفراجماتيك كوبل. طيب هما هنا مش 9، لو جيت تعدهم هتلاقي البوستيريور ريبس مثلا هتلاقيهم 6 ولا 7، معنى كده ان العيان ده مش واخد نفسه كويس. سيادتك بقى قارن الصورة دي اللنج بتاع الصورة الكلاريتي بتاعت اللنج في الصورة دي مع دي، طبعا فرق شاسع جدا. هنا بدأ يظهر لك حاجات اهو، تبتدي انت تبتدي تقول بقى ده فيه كولابس وفيه نيومونيا وفيه مش عارف ايه، وهو ما فيش حاجة اساسا، هو ما فيش حاجة غير ان انت ان العيان ده مش واخد نفسه كويس. فدي حاجة مهمة جدا ناخد بالنا منها يا جماعة، لانها دي هتعمل لي مس دياجنوزس خلاص، والعيان اللي مش واخد نفسه كويس هيبقى فيه ليجنز مش هتبقى واضحه في التشست كلير. اوكي، طيب ادي اول حاجه ان انت يبقى قلنا اول حاجه تشوف ال النفس متاخد مظبوط ولا لا، ده واحد. والروتيشن رقم 3 ان انت تشوف البنتريشن، هل الفيلم اللي قدامك ده ويل بنتريتد، يعني خد جرعه الاشعه بشكل سليم ولا لا. بمنتهى البساطه المفروض نورمالي ان انت لما تبص على الهارت من هنا تشوف الدورسال سباين بصعوبه شديده، لكن لما تلاقيهم واضحين قدامك كده من خلال الهارت يبقى تعرف ان الدوز بتاعه الاكس راي عاليه. ماشي، طيب لما تلاقيه ما انتش يعني ده هارد فيلم يا جماعه، ده سوفت فيلم، يعني ما انت شايف بقى خالص تماما اللي هو العظم نفسه او الدورسال سباين من خلال الهارت، ده سوفت يعني واخد جرعه اشعه قليله خلاص. واحنا عارفين كلنا ان الحاجه اللي بتبين اللي هي مسؤوله عن البريتريشن في الاكس راي الكيلو فولت مش الملي امبير، احنا عارفين تو بارامترز بيحكموا الدوز بتاع الاكس راي الكيلو فولت والملي امبير. يعني لما تلاقي صوره بالمنظر ده كده خلاص تقول للفني ايه، تقول له قلل يا ابني الكي في شويه، لان الكي في هي اللي عملت البنتريشن بتاع التشست فبان لك يعني هارد بالشكل ده. لما تشوف الصوره دي قول له زود الكي في شويه، لان الصوره دي سوفت، والصوره السوفت تختفي معاها المعالم
ويبتدي يظهر فيها حاجات برضو انت ممكن تفسرها بشكل غلط، والصوره الهارد تضيع لك الديتيلز بتاع اللنج، اللنج تسود بالشكل ده مهما انت تقعد تظبط فيها والكلام ده، حتى لو عندك صوره كمبيوترايز برضو مش هتبقى كلير زي الـ 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 الصوره اللي العيان واخد فيها اوبتيمال دوز. ادي ثالث حاجه اللي هو البنتريشن. رابع حاجة بعد كده اللي هو الايرورز اللي احنا بنعملها بقى كل يوم، تلاقي الفني جاي بيصور راح قاطش الجزء اللي فوق ده وانت قاعد عمال تكتب، وممكن يكون فيه هنا بانكوست تيومر مشكلة كبيرة جدا وانت عمال بتكتب وخلاص. فالحاجات دي شود بي ريبيت. تلاقي اللي تشست قطش برضو من الجنب من هنا، ده كليبت اناتومي يا جماعة، لازم نعيد الحاجة الكلام. تلاقي في فورم بادز موجوده او فورم اوبجكت موجوده في اللبس بتاع العيان، تلاقي مش عارف في كليبسات، تلاقي شعر العيانه لو هي واحده في ميل تلاقيه جاي مغطي على اللانج ايه بس من فوق، وهكذا. فالحاجات دي كلها المفروض ان العين يكون بيرد، الجزء بتاع التشست ده يكون كومبليتلي بيرد ومفيش فيه اي حاجه، عشان انت ما فيش اي حاجه تعمل لنا مشكله في الانتربريتيشن. خلاص اطمننا على النقطة الأولانية كده إن الفيلم اللي قدامنا ده متصور بشكل سليم، ماشي. الخطوة اللي بعد كده أنا عايز أعمل انتربريتيشن للداتا اللي موجودة، وقلنا عشان نعمل انتربريتيشن هتبص على الحاجات دي، هنبص على اللنج، هنبص على البلورة، هنعمل اسيسمنت للميدياستينم والهارت، وأنا كتبت الهارت مع الميدياستينم عشان هو ده جزء من الميدياستينال ستراكشرز، الاير واي، الثوراسيك كيج، السوفت تيشوز، واخر حاجه اللي هم الهيدن ارياز وذا تشست اللي هنتكلم عليهم بتفصيل شويه. طيب خلينا ناخدهم واحده واحده كده. بالنسبه لللنج يا جماعه، اما نيجي نعمل لها اسسمنت لازم نبقى احنا عارفين ان اللنج تيشو او اللنج ماركنجز ماليه، المفروض تبقى ماليه الهيميثوراكس كله، بس طبعا واللنج ماركس بتبتدي تقل كل ما يعني اما نبقى سنترال عن البريفرال اللي هم الفيسلز والكلام ده كده، يعني في الاوتر سيرد بتاع التشست تلاقيهم انت شايفهم بالعافيه، لكن ستيل المفروض ان انت شايفهم. ده عشان ايه؟ عشان لو ما انت شايف اللنج ماركنجز دي في اللنج في اي مكان تعرف ان في باثولوجي موجود هنا، زي الصوره اللي قدامك دي، فين اللنج ماركنجز هنا؟ مفيش، يبقى انا عندي في باثولوجي هنا، زي الانفيزينتا سبولا اللي انت شايفها الكبيره دي، لكن في لانج تيشو هنا، يبقى خلاص غالبا مفيش باثولوجي موجود هنا. اوكي طيب لما احنا نيجي نعمل اسسمنت اللانج يا جماعه، المفروض انا عندي الحاجات اللي ربنا خلق لنا منهم اتنين، فمن الحاجات اللي احنا نيجي نسهل بيهم على نفسنا ما دام انا عندي اتنين، اعمل كومباريزون، ابص على الناحيه دي وابص على الناحيه دي بس. او كمان وانا بعمل كومباريزون انا ممكن اقسم اللانج لزونز، الابر زون والميدل زون واللور زون. الابر زون يعني بدل ما انا اروح باصص بصه شامله على اللنج كلها كده، ولا ابص على الابر زون اليمين وابص قصاده على الشمال، ابص هنا وابص هنا، فده مثلا لو نورمال، لو ده اب نورمال هلقط الحاجه اللي فيه وهكذا. الابر زون دي اللي هو فوق الريب رقم 2، الميدل زون اللي بين الريب 2 و4، اللور زون اللي هي بين الريب رقم 4 واحنا نازلين تحت، ماشي كده يا شباب. ده طبعا 4 انتيريور، يعني ده اللي هم اللنج زونز الصح اللي انت تشوف اللنج بهذا الشكل، يعني ما تروحش باصص بصه جلوبال كده، لا بص على دي وبص على المقابل بتاعتها، والاريا دي والاريا دي ودي ودي، خلاص. طيب لما انت تيجي تعمل اسسمنت لللنج، ايه الحاجات اللي جايه لذهنك اللي انت عايز تبص عليها؟ يعني اي لنج ابنورماليتي لازم تحطها في حاجتين كبار قوي، هل الابنورماليتي دي حاجه فوكال زي اللي انت شايفها دي، ولا هو ده حاجه ديفيوز، لان كل حاجه هتمشيك في سكه مختلفه. انت عشان تعمل نارو للديفرنشال دياجنوزس لازم تشوف الحاجه اللي قدامك دي توصفها بشكل سليم بحيث ان هي تمشيك في التراك المضبوط. لو هي فوكال هي سوليتري ولا مالتيبل؟ ده السؤال اللي بعد كده. لو هي ديفيوز زي دي ايه الباترن اوف انفلتريشن؟ وده اللي هو الديفيوز لانج ديزيز اللي احنا هنتكلم عليه في حاجه لوحدها.
يعني هل هو ريتيكولار، هل هو ميليري، هل هو كذا، هل هو كذا، هل هو نودولار، وهكذا. ماشي. طيب، واخر حاجه ان انت تشوف الاسوشيتد فيتشرز مع الكلام، يعني في اير برونكوجرام ولا لا، في كيرلز لاين ولا لا، في كالسيفيكيشن، في مش عارف ايه. دي الحاجات اللي هتخليك ان انت تشخص. لكن اي لانج ابنورماليتي تبتدي تبص لها من المنظور الواسع ده، هي دي فوكال ولا ديفيوز. ولو فوكال خلاص اللي احنا شايفينه ده، لو هي فوكال اوباستي، هي سوليتري ولا مالتيبل؟ لان الكلام هيختلف، واحنا عارفين المالتيبلستي ليها ديفرنشال دياجنوزس معين، والسوليتري ليها ديفرنشال دياجنوزس معين، زي ما هنقول بعد كده في المحاضره بتاع الفوكال لانج ليجنز. ماشي يا شباب. طيب لما انت الخطوه اللي بعد كده، لو هي فوكال، هي نوعها ايه؟ يعني شكلها ايه؟ هل ده كونسوليديشن؟ هل هي هل ده كولابس؟ يعني كونسوليديشن زي دي كده، او كولابس، او نديول زي دي. احنا النديول يا جماعه يعني قال بالمونري اوباستي اقل من 3 سنتيمتر، او ماس اكتر من 3 سنتيمتر زي دي كده، او كافيتي زي دي، او سيست، او ايه هي ايه بالظبط؟ عشان كل واحده من دول نديول يبقى في ديفرنشال دياجنوز للنديول. الماسز في ديفرنشال دياجنوزس للماسز. الاوباستي اللي هي زي دي، ده احنا بنتكلم يا اما كونسوليديشن، يا اما كولابس، يا اما هيموريدج كده خلاص. كافيتي يبقى احنا في ديفرنشال دياجنوزس للكافيتي، وهكذا. فانت لازم تعرف الحاجه اللي قدامك دي بتندرج تحت اني واحده من دول. طيب بعد كده عايزين احنا الابنورماليتي اللي انت شايفها في التشست دي، هي مكانها فين؟ يعني عايزين نحدد مكانها بقى. عشان نحدد مكانها عندك ثلاث حاجات. لو انت عامل بي اي بس، السلويت ساين ممكن يساعدك في حاجه زي كده. لكن الصح ان انت تعمل لوكاليزيشن لاي تشيست ابنورماليتي ان انت تبقى عامل بي اي ولاترال فيو. دي الحاجه الصح، ودي اهميه اللاترال فيو في التشيست، ان هو لو انت شايف حاجه في البي اي، اللاترال فيو هيقول لك دي فين بالظبط. طيب، والحاجة التانية ان انت لما يعني لما انت ما انتش قادر توصف دي في اني لوب ولا دي في اني سيجمنت، اتليست اللانج زونز اللي احنا قلناها من شوية، تقول ان دي في الابر زون، تقول ان دي في الميدل زون، وهذا اضعف الايمان اللي انت ايه توصل له في النهاية يعني. طيب احنا بنتكلم على اللوكيشن، وبعدين قلنا جبنا كلمة سيلويت ساين. يعني ايه سيلويت ساين؟ سيلويت ساين ان انا بشوف الحاجات، يعني الحاجات مثلا اللي في التشيست دي، هو انا شايف الهارت كده واضح كده ليه؟ لان في ديفرنشال دينستيز موجوده. الهارت ده سوفت تيشو، يعني متكون من ماسلز وفي بلاد وهكذا. والحاجه الادجيسنت لللنج للهارت هوا اللي موجود في اللنج، ففي تو دينستيز مختلفين. فعشان كده انا قادر اشوف ده بوضوح، لان فيه تو دينستيز موجودين، وده اللي احنا بنسميه السلويت، اللي هو السلويت ساين. يعني طول ما انت عندك فرق بين الدينستيز اللي هي جنب بعضها، انت هتقدر هيبقى فيه كلاريتي للحاجات دي. ماشي. طيب لو الحكايه دي ما بقتش موجوده، يعني لو الهارت اللي هو فيه متكون من سوفت تيشو ده، لما يجي سوفت تيشو تاني يبقى جنبه، يبقى انت مش هتقدر تميز دي من دي. يعني انا عارف ان الميدل لوب بتاعت اللنج هي ان كونتاكت مع الرايت كاردياك بوردر. طب لو الميدل لوب دي حصل فيها كونسوليديشن ولا كولابس، خلاص بقت سوفت تيشو، ادي سوفت تيشو والهارت سوفت تيشو، فانت مش هتقدر تميزهم من بعض. فلما ما نقدرش نميزهم من بعض نقول ايه؟ لوس للسلويت ساين، لان السلويت ساين ان انا كنت قادر اميزه. لوس للسلويت ان انا بقى فيه اوباستي موجوده هنا، بقت سوفت تيشو زيها زي دي بالظبط. نفس الكلام هنا على الناحيه الشمال، اللينجولا هنا بتابوت الليفت كاردياك بوردر هنا. لما يبقى فيه مشكله في اللينجولا اللي هو الجزء بتاعت الليفت لانج ومش قادر، فانا مش هقدر اميزها من الليفت كاردياك بوردر، هقول ده ان هو الايه؟ لوس للسلويت ساين. يبقى انت عندك بالصوره البي اي اللي هي البسيطه دي، تقدر انت سيمبلي تعمل لوكاليزيشن من غير لاترال، تعمل لوكاليزيشن لليجن بهذا الشكل. يبقى عندنا ايه بقى دلوقتي؟ اهو
الحاجات اللي هتبقى ناحيه الرايت كاردياك بوردر هتعمل لوس للكلاريتي او اللي بتاعت الرايت كاردياك بوردر هتبقى في الميدل لوب، والليفت كاردياك بوردر في الجزء ده هتبقى في اللينجولا. ومثلا على سبيل المثال حاجه اللي هتداري الاورتك نوب او الاورتك ناكل اللي احنا شايفينها دي، معناها كده ان ممكن يبقى في انيوريزم موجود في المكان ده. خلاص كده يا شباب نيجي نطبق الكلام ده هنا. انا عندي هنا ادي في اوباستي موجوده في اللور لانج زون، ماشي، عامله ايه الاوباستي دي؟ عامله سلويت للرايت كاردياك بوردر، انا مش قادر اميز بينهم قوي. ادي الرايت كاردياك بوردر، فدي دي تكون فين اهو، انا رحت عامل اللاترال، طلعت دي فين؟ طلعت موجوده في الميدل لوب. طيب يبقى انا عرفت ان دي في الميدل لوب، يبقى من غير ما اعمل اللاترال ده انا في البي اي المفروض ان انا اكون عارف ان ما دام الاوباست دي سلويتنج للرايت كاردياك بوردر، يعني ما بقاش فيه كلاريتي للرايت كاردياك بوردر، يبقى دي موجوده في الميدل لوب. الاوباست الموجوده في الناحيه الشمال دي اللي هي ان كونتاكت مع الليفت كاردياك بوردر، دي فين؟ دي في اللينجولا. ما دام ما بقاش فيه لوس للسلويت بين اللينجولا وبين الليفت كاردياك بوردر، يبقى دي هي موجوده في الايه؟ في اللينجولا. يبقى انا في البي اي بس خلاص عشان السلويت ساين ده قدرت احدد الاوباست دي او المشكله دي موجوده في اي مكان. طيب هنا ادي سؤال اهو يا شباب، هي دي فين السايت اوف ابنورماليتي؟ طبعا لما انت تيجي تقعد تقارن كده، لو انت بصيت بصه سريعه كده ممكن ما تلقطش ان في حاجه موجوده هنا، ان في اوباست موجوده هنا، هتلقطها بحاجه واحده بس لو انت بصيت لزون باي زون، ماشي، فجيت تقارن اللور زون هنا باللور زون هنا، هتلاقي دي سودا وهتلاقي دي فيها شوية بياض. الشوية البياض ده عبارة عن كونسوليديشن أو كولابس سلويتنج الرايت كاردياك بوردر موجودة في الميدل لوب زي ما طلعت في اللاترال كده، ماشي. طيب الحاجة اللي بعد كده ادي يبقى قلنا بقى الحاجات اللي هتعمل لك لوكاليزيشن السلويت في البي اي واللاترال، ده هو اهم واحد اللي هيقول لك دي في اني مكان بالظبط. وادي الطريقه اللي هو اضعف الايمان اللي قلنا عليها، ان انت تقول دي موجوده في الزون الفلاني، في الابر زون او في الميدل زون او في اللور زون، ماشي. طيب بعد كده اهو صوره زي دي يا جماعه، ادي صوره بي اي اهو، ماشي، اللي موجوده دي موجوده فين؟ في اني زون؟ دي موجودة في الميدل زون. بس خلي بالك انت بمنتهى البساطة تقدر تقول ان دي كمان موجودة في اللينجولا، لان هي ابوت الليفت كاردياك بوردر وعاملة لوس للسلويت او الليفت كاردياك بوردر، يبقى دي في اللينجولا، لكن دي الابر ودي الميدل ودي اللور. اوكي طيب ادي لو انت عندك الحاجة اللي في اللنج فوكال. طيب لو هي ديفيوز بالمنظر ده هنقول الباترن بتاعها بقى، ده ريتيكولار، ده ميلياري، ده مش عارف ايه، خلاص عشان كل واحده من دول هتدخل في ايه؟ في ديفرنشال دياجنوزس مختلف. ده وانت بتعمل اسسمنت لللنج، يبقى دي اول حاجه بالنسبه لللنج، خلصنا الاسسمنت بتاعها. طيب لما تيجي تعمل اسسمنت للبلورا تاخد بالك من حاجات معينه انت هتبص عليها على البلورا. البلورا هتبص على ايه؟ هتبص على الكوستوفرينيك انجل، وانت في البي اي عندك تو انجلز خلاص اللي هم اللاترال كوستوفرينيك، وفي اللاترال فيو عندك تو انجلز، الانتيريور كوستوفرينيك والبوستيريور كوستوفرينيك، اللي هي من الحاجات اللي بيقف فيها البلورال فلويد في الاول لما بتبقى سمول اماونت حوالي 100 سي سي، نشوفهم هنا في البوستيريور زي ما قلنا في البلورال فيوجن. ادي الكوستوفرينيك انجلز يا شباب. تاني حاجه الحاجات اللي فيها بلورا، اماكن البلورا الثانيه اللي هم الفيشرز، الترانسفيرس فيشرز والاوبليك فيشر، والكوستال بلورا، البلورا اللي هي لازقه على اللاترال ثوراسيك كيج هنا كده اللي بيحصل فيها اللاميلر افيوجن اللي قلناها قبل كده في البلورا الافيوجن. دي الاماكن اللي انت تبص على البلورا فيها. طيب البلورا ممكن يحصل فيها ايه؟ ممكن يحصل بلورا الافيوجن زي ما انت شايف كده، ده الفري افيوجن وده الفيشرال افيوجن، وممكن يحصل نيوموثوركس زي ده كده، وممكن يحصل بلورا سيكنج زي دي كده، ونوديولاريتي مثلا زي الميزوسيليوما، وممكن تشوف بلورال ماسز بهذا الشكل، ده بلورال كالسيفيكيشن برضه اهو، وممكن تشوف فيه بلورال ماس بالشكل ده، سواء بقى ديبوزيت سواء فايبروما سواء وات ايفر يعني.
ماشي يا جماعة، دي الحاجات اللي احنا بنبص عليها على البلورة. يعني الكلام بتاع البلورة سيمبل، واحنا قلناه بالتفصيل بعد كده، بس اهم حاجة تبقى انت عارف هي فين الاماكن اللي انت هتبص عليها فين. ماشي، اللي احنا قلناها لسه من شوية. طيب ندخل بعد كده، عايز انت تبص على الايه؟ على الميدياستاينم. الميدياستاينم اللي هو في نص السوراس الكافيتي ده، اللي هو جزء الهارت جزء منه. هنبص على ايه في الميدياستاينم؟ نبص على الكونتور بتاعه. من الحاجات المميزه الميدياستاينم الاورتيك ناقل اللي هي دي، لما تلاقيها ما هياش واضحه او ما هياش كلير بالشكل ده، تشك ان فيها انيوريزم. الحاجات اللي بعد كده تشوف في ميدياستاينال ماس ولا لا، والماس دي مكانها فين وهي ايه الكريتيريا بتاعتها ايه. تشوف الميدياستاينم ده فيه هوا ولا لا، اللي هو النيومو ميدياستاينم. واخر حاجه ان انت تعمل كاردياك اسيسمنت، عشان ده كل ده تبقى انت عملت اسيسمنت للايه، للميدياستاينم. ادي الميدياستاينال كونتور. قلنا في حاجتين يا جماعه في الكونتور، في الاورتيك ناكل اللي هي دي، وفي حاجه اسمها اللي هو الاورتو بالمونري ويندو، الويندو اللي بين الاورتيك ناكل وبين الليفت مين بالمونري ارت، في اندنتيشن خفيف كده. لما تلاقي الويندو ده اتقفل، يبقى ده مكان ميدياستاينال ليمف نودز، غالبا هي اللي قفلت الحكايه دي، زي المنظر اللي انت شايفه ده. ادي الاورتو بالمونري ويندو وهنا اتقفل، ده الاورتيك ناكل، وبعدين هنا البالمونري ارتري ما بقاش فيه ويندو، يبقى تسسبكت ان فيه ليمف نودز موجوده هنا. طيب الميدياستاينال ماسز، لما انت تشوف ادي ماس ليجن ميرجنج مع الميدياستاينال ستراكشرز، وطبعا سنترلايزد والكلام ده كله اللي احنا هنقوله في الميدياستاينم بالتفصيل برضو. وادي اللوكيشن بتاعه، اللوكيشن بتاعه في الانتيرور ولا في الميدل ولا في البوستيرور ميدياستاينم، ده طبعا واضح ان هي في الانتيرور ميدياستاينم. دي برضو حاجه من الحاجات اللي انت بتعلق عليها، يعني الماس اللي انت شايفها في الميدياستاينم دي في انهي جزء. طيب الحاجه اللي بعد كده، هو الميدياستاينم فيه هواء ولا ما فيهوش؟ ادي الهواء الموجود في الميدياستاينم اهو، وادي صور السي تي بتاع نفس العيان، ادي الهواء اهو اللي حوالين الميدياستاينال ستراكشرز. ماشي يا شباب. اخر حاجه في الميدياستاينم ان انت تعمل اسيسمنت للهارت، لان ده جزء من الميدياستاينم، من الميدل ميدياستاينم. والهارت احنا طبعا استفدنا فيه بشده في محاضرات كتيره، واتكلمنا على كل الديتيلز دي، ان انت عشان تعمل كاردياك اسيسمنت تعمل اسيسمنت للسايز، للكونفيجريشن، للبوردرز والتشيمبرز والفيسلز، والكلام ده كله قلناه في الايه، في الكارديولوجي. الحاجه اللي بعد كده اللي بنعمل لها اسيسمنت اللي هو الاير واي. الاير واي عايز انت تبص على الايه، عايز تبص على التراكيه، عايز تبص على الكارينا، وعايز تبص او الكارينا، وعايز تبص على المين برونكاي، والتابع المين برونكاي ديفيجنز بتاعته، ده الاير واي. تبقى عارف ان التراكيه دي جايه سن على الرايت، على تو ذا رايت سايد. الحاجه اللي بعد كده الانجل بتاع الكارينا دي حوالي 70 درجه، والمفروض ان انت تبقى شايف الكلام ده كل ده، يبقى فيه هواء ويبقى بيتنت بالمنظر اللي انت شايفه ده كده اللي تحت ده. طيب من الحاجات المهمه اللي انت تعلق عليها بقى وانت بتبص على الاير واي، يبقى انت بصيت على التراكيه، بصيت على الكارينا الانجل، بصيت على المين برونكاي ان هم بيتنت، تشوف في ستراكشرز موجودين في الاير واي ولا لا. والحاجات اللي في الاستراكشرز اللي ممكن تبقى موجوده في اليومن، ممكن تبقى تيوبس، واهمهم الانتراكيال تيوب، ممكن تبقى فورين بادز، ممكن تبقى لاينز، ممكن وايرز، وهكذا. طيب نتكلم برضو يعني حاجات كده على برضو الحاجات اللي هتبقى موجوده في الاير واي. بالنسبه للانتراكيال تيوب، المكان بتاعها فين؟ الديستال تيب بتاعتها المفروض تبقى 4 سنتيمتر من الكراين. ادي الكراين هي يا جماعه، وادي نهايه الانتراكيال تيوب، المفروض يبقى المسافه بينهم حوالي 3 ل 4 سنتي، ده البروبر لوكيشن بتاعها. لما تلاقي الانتراكيال تيوب اللي انت شايفها دي جت قربت حتى من الرايت مين برونكاس، يعني ادي التراكيه اهي وادي الليفت مين برونكاس ودخلت في الرايت مين برونكاس، يبقى دي مال بوزيشن، ده مكانها فوق هنا كده يا جماعه، تخلص هنا كده. طيب الصوره اللي قدامنا دي، الانتراكيال تيوب اللي انت شايفها دي، ده البوزيشن بتاعها اخباره ايه، نورمال ولا اب نورمال؟
نخلي بالنا ادي الكارينه هي يا جماعه شايفين هي فوق جدا يعني عاليه ماشي، ده برضو اب نورمال بوزيشن ليه. طيب وده ياخدنا للايه، لموضوع ده بالنسبه للانتراكيال تيوب. الحاجات اللي تيجي في الاير واي تاني في اليومن بتاع الاير واي الفورين بادز، وطبعا ده مش مكان ان احنا نستفيد او في الحاجات دي، بس انا قلت يعني ما دام احنا تطرقنا للكلام ده فاقول كلمتين عليه. الفورين بادز ممكن تبقى حاجه من الاثنين. السؤال اللي بيبقى عندنا هل هو انجستد ولا انهيلد فورين بادي، يعني ده ماشي في الجي اي تي ولا ده حاجه موجوده في الاير واي. عشان تعرف الحكايه ديت رقم واحد الهيستوري، تسال يعني لو طفل هتسال اهل البيبي او الطفل لو هو واحد كبير هتساله ايه المشكله او تشوف ايه المشكله. شوكينج العين اللي عنده شرقه مستمره، ده معناه ان الحاجه دي موجوده في الاير واي، شوكينج او ديفيكالت بريزنج. الحاجه اللي في الجي اي تي مش ما العين مش ممكن يبقى فيه شويه ديسفيجيا كده يعني، لكن مش هيشتكي بالقصه دي. تاني حاجه المكان بتاع الفورين بادي، الحاجات الانجستد فورين بادز، واول ما بتتبلع اول حاجه بتقابلها الاسوفجاس، والاسوفجاس فيها اماكن نارود سايتس اللي هو عند الابر اسوفجيال سفنكتر، عند الكرايكو فارنجيس ماسل فوق خالص عند الثوراسيك انلت، واحده عند اللور اسوفجيال سفنكتر تحت تاني، واحده عند الليفل بتاع الاورتك ارش. دي السايتس اوف نورمال نارون بتاعت الاسوفجاس، وبالتالي دي الاماكن اللي الفورين بوديز هيقف فيها. فانت لما تلاقي واحده واقفه هنا كده في الثوراسيك انلت وعند المكان بتاع الابر اسوفجيال سفنكتر، غالبا دي في الاسوفجس، يعني دي من الحاجات اللي هتساعدك اللي هو اللوكيشن بتاع الفورين بادي اللي ظاهر يعني اهي موجوده اهي يا جماعه ماشي. طيب بعد كده الافكت بتاع الفورين بادي ده، هو ده عامل حاجه يعني ده فورين بادي موجود اهو. طب ده انت عندك اللنجز فيري كلير، لو ده موجود في الاير واي كان قفل الاير واي وكنت انت شفت اي حاجه مشكله هنا، لكن اللي موجود تحت هنا ده لا، ده موجود في التراكيه في الديستال تراكيه اهو خلاص. دي برضو من الحاجات، يبقى دي السايتس بالنسبه للحاجات اللي هي الانجستد فورين بادي، ودي الانهيلد فورين بادي انت شايفها في الاير واي نفسه شخصيا اهو. طيب وقلنا بعد كده اللي هو الافكت، لو دي موجوده في الاير واي كانت عملت مشكله، لكن لو وهنوريه برضو الكلام ده دلوقتي. اخر حاجه التايب بتاع الفورين بادي، هل الفورين بادي دي ايه، هو بلع ايه بالظبط، يعني بلع حاجه صغيره ممكن تعدي في الاير واي، ولا بلع مثلا حاجه كبيره صعب ان هي تعدي في الاير واي. فدي برضو يعني حاجات مهمه نسال عنها. هل الفورين بادي اللي ظاهر عندك في الصوره او اللي بلعه ده راديو اوبيك ولا راديو لوسنت، لان معظم الانهيلد فورين بادز بتبقى راديو لوسنت. الراديو اوبيك فورين بادز اللي هي الانجستد معظمها الانجستد فورين بادز معظمها راديو اوبيك. طيب ادي اللي هو الافكت بتاع الانهاليشن يا جماعه. طبعا احنا عندنا معظم الحاجات اللي بيحصل لها الفورين بادز اللي بتبقى موجوده في الاير واي بتبقى راديو لوسنت، 80% منها راديو لوسنت، وبالتالي انت مش هتشوفها نفسها في الاكس راي. امال هتشوف ايه؟ هتشوف الاثر بتاعها. الاثر بتاعها لما انت الاساسي هتلاقي فيه هايبر انفليشن للناحيه اللي مقفوله، يعني انا عندي اللنج دي ودي هايبر انفليتد، يعني لما الهيميثوركس ده اللنج دي هايبر انفليتد. طيب هايبر انفليتد ليه؟ لما يجي بقى العيان ده يديك هيستوري ان هو عند شوكينج وان هو مش عارف في حاجه دخلت في الـ في في في, في سواء بلعها او اي حاجه، وبيديك هيستوري الكلام ده، وانت تشوف الكلام ده يبقى انت تعرف ان دي حاجه راديو لوسنت وده الاثر بتاعها من غير ما انت تشوفها ماشي. فدي من ضمن الحاجات الانديكيشن اللي هنعمل لها برونكوسكوب زي ما هنقول بعد شويه. يبقى ده الاثر اهو يا جماعه اللي احنا بنقول عليه. طيب ساعات تبقى الحاجه دي راديو اوبيك وتشوفها هي نفسها،
وتبقى عامله الافكت بتاعها، يا اما تعمل هايبر انفليشن يا اما تعمل كولابس في الحاجه اللي قفلتها. هتعمل هايبر انفليشن هنا لو هي واقفه في الـ في الـ في الاير واي وعامله فالف لايك ميكانيزم، يعني تخلي الهواء يدخل وما تخليهوش يخرج. لكن لو هي قافله الاير واي تماما هيحصل كولابس اللي انت شايفه ده، سواء بحاجه راديو باكس زي دي او حاجه راديو لوسنت. طيب هنا ده انهيلد ولا انجستد فورين بادي اللي انت شايفه ده، ادي التراكيه وادي مكان الكارينه وادي انت عندك في اوباستي او في زي كولابس موجود في الناحيه الشمال والرايت لانج كويس. فغالبا دي سيكولي بتاع برونكيال اوبستراكشن، يعني دي قافله الليفت مين برونكاس اللي هي موجوده هنا دي، وبالتالي كل اللانج دي ما بقاش فيها حصل فيها توتال كولابس. فده الافكت بتاعها، ده اللي يخليني ارجح ان دي موجوده في الايه في الايروي. ده بلس الكلينيكال يا جماعه اللي هنقول عليه بعد شويه. طيب دي انجستد ولا انهيلد فورين بودي، ده مكانها فين؟ موجوده فوق اهي في الثوراسيك انلت. طيب فين الافكت بتاعها؟ في التشست، مفيش. طب فين التراكيه؟ التراكيه اهيت ماشي، ودي لوكيتد بوستيريور في اللاترال، يبقى دي غالبا في الاسوفجس في الابر اسوفجس مش في التراكيه ماشي. طيب ساعات تبقى يعني، والحاجات دي فيري رير، ان انت يبقى عندك انجستد وانهيلد فورين بادي ات ذا سيم. ده طبعا دي بتبقى كيس ريبورتس يا جماعه، زي الصوره اللي قدامك دي، ده راديو بيك فورين بادي وعنده راديو لوسنت فورين بادي قافل الرايت لور لوب البرونكاس بتاع الرايت لور لوب ماشي. ده طبعا الكلام ده فيري رير يعني. طيب يبقى انت لما انت يبقى عندك فورين بادي، يعني سواء اي حاجه بقى سواء هو انجستد ولا انهيلد، رقم واحد الهيستوري ده مهم جدا خلاص. ده يعني ولو هو طفل صغير والبيرنتس بيقولوا لك ده هو بلح حاجه ولا مش عارف ايه، لازم انت تبقى متاكد يعني، تحاول تاكسكلود البوسيبيليتي دي. لا لكن ما تقولهمش ايه، لا ده هو كويس او ما فيش فيه حاجه خلاص، مش مستدعي ان احنا نعمل حاجه. ده الكلام ده طبعا الكلام ده ممنوع تماما يا جماعه. لو انت عندك شوكينج هيستوري اوف شوكينج ولقيت حاجه في الاكس راي، يعني لقيت فيها هايبر انفليشن او كولابس، ده من غير اي حاجه لازم تعمل له برونكوسكوب. ده من الحاجات الاكيده ان في فورين بادي موجود. طيب لو لقيت انت يعني سسبشن خفيف ان في فورين بادي موجود، يعني شرقه على خفيف مش عارف، يعني كان في شرقه وتحسنت والاكس راي كده ايكويفوكال، ما انتش شايف فيها هايبر انفليشن او ما انتش شايف مش عارف ايه خلاص، يبقى الافضل تعمل سي تي. يعني ده لان انت في شك بسيط، وممكن تعمل فيرتشوال برونكوسكوبي برضو يقول لك في حاجه جوه في الاير واي ولا لا، لان انت عندك الشك هنا شك بسيط. انما لما انت هنا بيبقى تقريبا متاكد، لا ده لازم يعمل برونكوسكوب على طول عشان يعملوا لها ريموفل. نيجي برضو يعني واحنا ماشيين كده برضو كلمه على الحاجات الانجستد فورين بادز. الانجستد انا مش بتكلم على الانهيلد بقى، يعني ده موضوع خارج الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه، بس ما دام بنتكلم على الانجستد ولا انهيلد نقول كلمتين على الحاجات الانجستد. الحاجات الانجستد طول ما هي صغيره وعدت الليفل بتاع الاستومك خلاص، اعمل لها فول اب واوبزرف الاستول. لو هي لو ما هياش باتون باتري او ما هياش شارب اوبجكت او ما هياش حاجه طويله خلاص، يعني يعني ما هياش حاجه اكتر من 2 سنتيمتر في الاطفال او 5 سنتيمتر في الادلت، لان دي الاطوال اللي بتعدي الاليوسيكال ريجون يا جماعه، يعني ممكن تعدي دي ممكن تخرج لو اقل من 2 سنتي او اقل من 5 سنتي، 2 سنتي في الاطفال او 5 سنتي في الادلت، دي ممكن تعدي الاليوسيكال ريجون. دي الحاجات اللي انت مسموح ان انت تعمل لها فولو اب خلاص، طول ما هي ما دام انت مش متاكد، ما دام هي مش دي بتاعت باتري، ما دام ما هياش شارب، ما دام هي حاجه صغيره ماشي وما فيش ساينز اوف اوبستراكشن في الصوره اللي انت عملتها، خلاص ده هيتعمل له فولو اب ماشي. امال احنا لو نقلق امتى بقى؟ لما يبقى الكلام عكس هنا، لما يبقى فيه ده باتون باتري، لان الباتون باتري والباتون باتري يا جماعه بتبان بالمنظر اللي انت شايفه ده،
بتديك حاجة اسمها دبل رينج ساين، ادي رينج وادي رينج تاني حواليها بره. دي الباتون باتري دي مشكلتها ان هي بتطلع زي الكتريك كارنت، وده بيعمل نكروزس في السلافنج الميوكوزا وممكن يعمل بيرفوريشن للاستراكشر اللي هو موجود فيه. ادي رقم واحد. طيب الحاجة التانية لو لقيتها حاجة شارب، لو هي حاجة طويلة اطول من المقاسات ديت او عاملة obstruction، كل الحاجات دي indicated ان انت تعمل ايه intervention. طيب خلصنا كده الاير واي، ندخل على الثوراسيك كيج. الثوراسيك كيج اللي هو عباره عن ايه؟ اهم حاجه فيه الريبس والفيرتبري والكلافيكلز، انا مرتبهم بالاهميه بتاعتهم، والاسترنم والسكابلي والهيومرس، دي حاجه بره. والحاجات اللي جوه في التشست اهم حاجه فيها الريبس والفيرتبري، ولما نخرج والكلافيكلز يعني اللي هي سوبر امبوز، ولما نخرج بره نلاقي السكابلي ونلاقي الايه البروكسيمال هيومرس. طيب ندور على ايه فيهم الحاجات دي. الصورة طبعا احنا لو انتوا فاكرين الريبس طبعا كنا بنعد بيها 9 ريب، يبقى احنا كده اللي متصور كويس، يعني من الحاجات اللي بتحكم على الايمج كواليتي. نشوف العظم ده فيه فراكشرز ولا لا، نشوف فيه اي بوني ليجن ولا لا، نشوف فيه الدنسيتي بتاعته شكلها ايه، فيه اوستيوبروزس، فيه وات ايفر. يعني ادي اول حاجه اهو، لما هنتكلم على الريبس نتكلم على كل واحده فيهم باهميته. الريبس كانت بتساعدني ان انا بعد فيها اعرف ان الفيلم ده العيان واخد نفس كويس ولا لا، زي ما شرحنا من شويه، عشان لما انت تلاقي يعني اكتر من 9 بوستيرور او اكتر من 7 انتيرور تقول ان دي هايبر انفليشن، اللنجز دي هايبر انفليت. تبص على فيها البوني ليجنز الموجودين هنا، الموجودين في الريبس، الريكتس والفراكشرز والنيوبلازمز وكل الحاجات دي، فيها بوني ديسبليزيا ولا لا، فيها ديفورميتيز ولا لا. اهو يعني ادي بعض الامثله يا جماعه للايه للكلام اهو. من الحاجات المهمه جدا للريبس طبعا رقم واحد الفراكشرز، لان دي ممكن تبقى اسوشيتد مع هيموثوركس مع نيوموثوركس مع الحاجات دي، وللاسف انا مش عارض صوره ليها يعني، بس دي رقم واحد. اقول على شويه حاجات بتحصل في الريبس كده، يعني سيادتك لما انت تشوف الصوره قدامك بتاع التشيس اكس راي كان مفيش فيها حاجه، من الحاجات المهمه اللي انت تدور فيها العظم اللي قدامك، لان ده هياخدك في 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 في, في سكه تانية ان انت تقدر يعني يبقى كلو للدياجنوزس بتاعك. من الحاجات المهمه في الريبس الريب نوتشنج اللي انت بتشخص فيها، الحاجات اللي هي بتبقى على الانفيور ريب نوتشنج اللي احنا بنشخص فيها الكو اركيتيشن، يعني دي او حاجه بسيطه اهوت وتاخدنا للقصه دي. سيرفايكال ريب ممكن تبقى انت عامل صوره تشيس اكس راي وتلاقي سيرفايكال ريب بالصدفه موجود عندك والعيان بيشتكي، او يعني فدي ممكن تكون ليها علاقه بالشكوى نيك بين او خلافه يعني. اوكي طيب هتعرف السيرفايكال ريب ازاي؟ احنا قلنا قبل كده بص على الترانسفيرس بروسيس بتاع السيرفايكال سباين. الترانسفيرس بروسيس بتاع السيرفايكال سباين بصه لتحت، ماشي، بتبقى بصه لتحت، بتاعت الدورسال سباين بصه لفوق زي ما انت شايف كده. طيب لما انت ده يبقى ده اخر اللي باصص لتحت، ده ترانسفيرس بروسيس بتاع سي 5، واللي باصص لفوق ده بتاع دورسال 1 خلاص او تي 1، ماشي. طيب يبقى ده سي 5. طيب يبقى انا عندي هنا سيرفايكال ريب موجود على الناحيه اليمين اهو، ده سمول سيرفايكال ريب طالع من الترانسفيرس بروسيس بتاع سي 5 هنا على الناحيه دي. فلما انا بشوف الحاجات دي وبكتب الكلام ده في الفيلم يا جماعه، ده معناه ان انت راجل محترف وراجل شاطر وعينك بتلقط كل حاجه، ودي ممكن تبقى ريليتد لسيمتومز اخرى عند العيان، ولما تكتبها في التقرير دي بتبقى حاجه كويسه. ممكن الريبس تشوف فيها بوني ليجنز زي دول كده، ليتك بوني ليجنز مالتيبل مايلوما، ممكن تشوف فيها برضو ليتك ليجنز وليها جراوند جلاس ابييرنس بتاع الفايبرس ديسبليزيا. واحنا عارفين يا جماعه ان الريبس من الاماكن المحببه والمفضله للفايبرس ديسبليزيا، انا بس بعرض لكم بعض الحاجات اللي ممكن الحاجات الكاركترستيك للريبس، عشان لما يبقى قدامك صورة وانت شايف انها نورمال وما تبصش على الحاجات دي وما تلقطش الحاجات دي هتعمل لك مشكلة كبيرة جدا.
ادي فايبرس ديسبليزيا برضو هنا فيه الريب ده فيه بتاع باينه بالعافيه كده برضو من الحاجات بتاعت الايه الليتيك ليجنز بتاع الفايبرس ديسبليزيا. ماشي طيب ممكن يكون سكلوروتيك ليجن زي ده كده ممكن. طبعا الاوستيوكوندروما ده مش سايت ليها يا جماعه مش كاركترستيك سايت. امال الريبس كاركترستيك سايت للايه؟ للكوندروساركوما. ناخد بالنا الكوندروساركوما من الحاجات اللي بتحب الفلات بونز زي البلفيك بونز والريبس وغيره، فده برضو مكان للكوندروساركوما اللي انت شايفها الكبيره دي ويبقى فيها كوندرويد ماتريكس وتكسر الريبس وهكذا. الريبس مكان للريكتس، الريكت مانيفستيشنز بتاع الريبس، نبقى احنا واخدين بالنا من الكلام. طيب السباين ممكن يبقى فيها ايه؟ سكوليوزس زي ما احنا شايفين كده او كايفوزس. لما تشوف الكلام ده السكوليوزس والكايفوزس هيعملوا لك ديستورشن للاستراكشرز اللي انت شايفها، فما تبقاش شايف التفاصيل كويس. طيب دول اهميتهم ايه كمان؟ دول احنا بنشوفهم في حاجات معينه زي النيوروفايبروماتوزس، احد الفيتشرز بتاعتهم وجود السكوليوزس او الكايفوزس في الايه في الدورسال سباين. من الحاجات التانية برضو اللي انت تاخد بالك وانت بتبص على السباين الباراسباينال ماسز، سواء بقى نيوروجينيك تيومرز بوستيرو ميدياسباينال ماسز، يعني نيوروجينيك تيومرز مثلا شوانومز زي دول كده خلاص، ودول بنشوفهم في النيوروفايبروما. ممكن تلاقيهم باراسباينال ماسز وتلاقي حاجة كمان طالعة من العظم، كل ده يعني أو طالعة من التشيست وول، كل ده ممكن يكون نيوروفايبروما بتاع نيوروفايبروماتوزس. يعني دي الحاجات اللي أنت تدور يعني تحط في ذهنك على طول إن في دورسال سباين هنا في الصورة بتاع التشيست ممكن يبقى فيها حاجة. البوس ديزيز ممكن تلاقي فيه ميدياسباينال وايدنج والكلام ده كله، وتلاقي العظمة متكسرة والديسك سبيس انفولفد خلاص. ممكن تلاقي فيها بوني ليجن زي ده كده برضو ما تاخدش بالك منه في البي اي قوي، لكن دايما انت تحط في ذهنك الايه الحاجات اللي هي الكومن باثولوجيز اللي انا عمال بقول لك عليها دلوقتي دي. الديفورميتيز بتاع التشيست وول برضو دي من الحاجات اللي انت هتشوفها ليها علاقه بالاسترنم زي البيكتس اكسكافيتم والكارينيتم وهكذا الكلام ده كله يا جماعه. السكابيلي والكلام ده والحاجات البروكسيمال هيومرس، يعني اشهر حاجه اللي احنا الناس يعني السبرينجل شولدر اللي انت شايفه موجود على الناحيه الشمال ده، يعني انا بقول لك بس البعض الحاجات اللي هي من الحاجات الكومن اللي ليها علاقه بالعظم. ده هنا ايه اللي مش موجود؟ مش موجود الابر ليمب تماما يعني في الصوره دي. طيب خلصنا كده العظم، نبتدي ندخل على السوفت تيشو. السوفت تيشو ده يشمل ايه؟ يشمل بريس شادو، يشمل المسلز، يشمل السبكوتينيوس تيشوز، ويشمل السكين فولز. نبتدي نشوف الاول بالنسبه للبريس تيشو، عايزين نشوف الاسيمتري بتاعته، هو سيمتريكال ولا لا؟ النيبل شادوز والحاجات التانية اللي في السبكوتينيوس تيشو، سبكوتينيوس اير، في فورين بادز ولا لا، في سيرجيكال كليبس ولا لا. ادي بالنسبة للبريست يا جماعة. طبعا البريست ممكن لو فيها اسيمتري زي هنا كده، يعني في ادي الليفت بريست باين كلير خالص، لكن ده مش باين بوضوح اسيمتريكال يعني، فانت ممكن تفتكر ان في مشكلة هنا او هنا السواد بتاع اللنج زايد، فتفتكر ان في باثولوجي هنا وهكذا. فدي طبعا يعني ايه تعمل لنا يعني مس انتربريتيشن لفايندنج نتيجه ان في بس اسيمتري في الايه في البريست. الحاجه الثانيه مثلا عينين اللي هم بيعملوا ماستكتومي، ناخد بالنا كويس قوي، ادي الرايت بريست وادي الليفت بريست مش موجود يا جماعه. اوعى تكتب ان فيه ماستكتومي لما العيانه نفسها هي اللي تقول لك ان فيه ماستكتومي، يعني اوعى تشوف ان في ابسنت بريست شادو في البلينكس ري وانت تتطوع من دماغك كده وانت بتكتب الريبورت تقول ان ابسنت بريست شادو خلاص، وبين قوسين مثلا تكتب ماستكتومي. اوعى، ممنوع نعمل كده تماما. انت تعمل الكلام ده بس لما انت تبقى واخد هيستوري من العينه وشور ان هي عامله ماستكتومي، ده اللي مسموح بيك ليه ان انت تكتبه.
غير كده انت ما انتش عارف، ممكن يبقى فيه اسيمتري، ممكن يبقى سمول بريست، ممكن الصورة اللي قدامك ما هياش كلير، ممكن اي حاجة، وتكتب حاجة خطيرة بالشكل ده. وطبعا ما ينفعش كده خالص يا جماعة. طيب النيبل شادوز برضو من الحاجات اللي بيبانوا ساعات يظهروا في الصورة، فاحنا نفتكرهم انهم بالمونارينج ديولز. طيب هنفرق بينهم ازاي؟ اول حاجة النيبل شادوز المفروض انهم بايلاترال، هما الاتنين وسيمتريكال زي بعض، زي اللي انت شايفهم دول. يعني دي الحاجة الايه الاساسية. وطبعا الدنسيتي بتاعتهم بتبقى يعني سوفت، ما هياش مش بيضة زي دي كده يعني. طيب ويبقوا ات ذا سيم ليفل. الحاجة اللي بعد كده، لو انت قلقان ان ممكن دول يكونوا بالمونري نديولز، تحط ماركر على النيبلز دول وتعيد الفيلم تاني. لو لقيت الماركرز دول بعاد عن النيبلز، يعني النيبل ظهروا لك والماركر ظاهرين لك في حتة تانية، يبقى دول مش نيبلز، يبقى دول بالمونري نديولز. لو لقيتهم في الصورة اللي انت بتعيدها، الماركرز اللي انت حاطه على النيبل هو طلع على النيبل فعلا، يبقى دول نيبلز اللي انت بتشوفهم. يعني الحاجات اللي في السبكوتينيوس تيشوز اللي بره زي السيرجيكال انفيزيما اللي انت شايف ده، الهواء اللي هو موجود في الايه في السبكوتينيوس تيشوز. السكن ممكن يبقى عليه نديولز زي ما انت شايف كده، ده زي حالات النيوروفايبروماتوز. احنا بنقول الحاجات اللي هي الكومن يا جماعه الاساسيه يعني. خلاص خلصنا كل الحاجات اللي في التشيست، يتبقى لنا الجزء المهم جدا اللي احنا مش عايزين نغفله، اللي هو الهيدن ارياز اوف ذا تشيست. ايه هما الهيدن ارياز اوف ذا تشيست؟ اللانج ايبكس، اربع حاجات، الهايلم، الدافرام، واللي هو الريتروكاردياك سبيس. بعد ما انت تخلص بقى اللانج، وبعد ما تخلص البلورا والميدياستينم والثوراسيك كيج والسبكوتينيوس تيشوز، تركز بقى. احنا بصينا مرة على الحاجات اللي فاتت دي، نبص مرتين على الايه، على الاربع حاجات اللي احنا بنقول عليهم الهيدن ارياز دول، لان دول فيهم مشاكل كتيرة جدا جدا من الحاجات الامرجنسيز اللي بتيجي في التشست. لو انت حصل ميسنج للحاجات دي نعمل مشكلة كبيرة. اللانج ايبكس اللي انت شايفها اللي فوق دي، المفروض ان شايف دي عاملة ازاي سودة، ودي فيها مشكلة هنا. لما انت تقارنهم هما الاثنين ببعض، لا في مشكله هنا. طيب احنا الحاجه الخطيره اللي احنا بنخاف منها هنا ايه؟ البانكوست تيومر اللي بيجي يكسر العظم والسباين والريبس وهكذا، واحنا نخاف ان احنا نعمل ميسنج للكلام ده. يعني يبقى عنينا على بقيه اللنج من تحت كده ومش باصين لدي، ويبقى في بانكوست تيومر وايه، ويعمل لنا مشكله. الحاجات الثانيه اللي تيجي في الايبكس زي البلورال سيكنج والايه وال يعني والبانكوست اللي احنا قلنا عليه ده، بانكوست تيومر اهو يا شباب، ادي اللانج ايبكس هنا كلير لكن هنا مش كلير. لو انا سبت الحته دي وقعدت ابص على اللانج ومركز فيها ونسيت الحته دي، انا عملت مشكله كبيره جدا. تاني حاجه الهايلم، والهايلم فيه نبقى عارفين الاستراكشرز الموجوده فيه، موجود فيه المين بالمونري فيسلز اللي هم الارتريز والفينز، المين برونكاي، وشويه ليمف نودز. يبقى انت عندك اي ليجن او اي باثولوجي هيطلع من الحاجات دي، الثلاث حاجات دول. نبقى احنا عارفين ان الليفت هايلم اعلى سنه من الرايت هايلم، بس نبقى عارفين معلومه مهمه جدا، ان السايز بتاع الهايلي هما الاثنين قد بعض، ده قد ده، ماشي؟ دي اهم معلومه نبقى عارفينها يا جماعه. في حاجه اسمها الهايلر بوينت، اللي هو البوينت بين الديسندنج بالمونري ارتري والسوبير بالمونري فين، اللي هو ده كده. لو هي يعني لوست، يعني غالبا بيبقى فيه ماس او فيه ميدياستينال ليمف نودز. طيب لما اجي ابص على الهايلم هبص على ايه بقى؟ رقم واحد السايز، لان احنا قلنا هما الاثنين قد بعض. ادي الليفت هايلم وادي الرايت هايلم، ماشي؟ الليفت اعلى سنه من الرايت، بس لازم يكون قده تماما. تاني حاجة البوزيشن، يعني هما الاتنين أو هو في مكانه ولا مشدود فوق ولا نازل تحت فيه كده يعني. الدنسيتي بتاعته، الدنسيتي ليه؟ لأن احنا لسه قايلين فيه مين برونكس وفيه بالمونري فيسلز وفيه لينف نودز. الحاجات اللي هتعمل دنسيتي عالية
الماسز اللي هي هتبقى في البرونكس زي البرونكوجينيك كارسينوما وغيره، الحاجات اللي هتعمل دينستي قليله، الحاجات الفاسكولار ماشي. فالدينستي دي الحاجات برضو من الحاجات الايه اللي احنا نعمل لها اسسمنت، لكن اهم حاجه هو السايز اللي احنا بنقول لكم عليه ده يا جماعه. لما انت تشوف الهايلي هم دول الاثنين، تشوف السايز بتاع دي وبتاع دي، هتلاقي ده كبير ماشي. لما تلاقي السايز بتاع الهايلم كبير، اوعى تفوت الفايندنج دي، اوعى تاخد الموضوع بمنتهى ببساطه شديده وتمشي الامور، لان انا ما اخافش ان هو يعني لو هو حاجه فاسكولار مش مهمه قوي، ولو هو ليمف نود يعني برضه اقل اهميه، لكن انا خاف ان دي تكون سنترال برونكوجينيك كارسينوما طالعه من المين برونكاس، وهي ويحصل لها ميس دايجنوز. لان احنا كلنا عارفين ان السنترال برونكوجينيك كارسينوما الهيستولوجيكال تايب بتاعها غالبا اللي هو السمول سيل لان كانسر، وده من الحاجات اللي البروجنوزس بتاعها سخيفه جدا. فنبقى احنا عارفين يا جماعه ان احنا ما نعملش ميسنج الحاجه زي كده. لما انت تشك في حاجه زي كده، لو شكيت في في في, في 100 حاله وطلع منهم حالتين بوزيتيف، يعني دول لازم تعمل لهم فيرذر اسسمنت بالسي تي. لو 100 حاله طلعت حالتين منهم انهم بوزيتيف عندهم برونكوجينيك كارسينوما بالسسبشن بتاعك ده، يبقى انت كويس جدا. لكن الفايندنج ده ما نتساهلش معاه خالص يا جماعه. ادي ممكن يكونوا الهايلي الاثنين كبار زي ما احنا شايفين كده، وليهم طبعا ديفرنشال دياجنوزس مختلف ماشي. طيب بس ما تستناش بقى لما يكبروا، لما يبقوا بالمنظر ده كده، يعني يبقى فيه لينف نودز مش عارف ايه، ويبقى يعني ما نستناش بحاجه بالشكل ده. طبعا اليوني لاترال برضو احسن من الباي لاترال. اليوني لاترال ده يخلينا نفكر اكتر زي يعني الصوره دي، اليوني لاترال اللارجمنت ده يخلينا نفكر اكتر ان دي تكون حاجه لوكال في الـ في الـ في البرونكس، لان هي لو هي حاجه فاسكولار غالبا هتكبر دي وتكبر دي. الليمف نودز ممكن تكبر الناحيتين تبقى باي لاترال، لكن اللي ما هياش باي لاترال او رير ان هي تبقى باي لاترال السنترال برونكوجينيك كارسينوم. فاحنا لما نلاقي يوني لاترال انلارجد هايلم ستوب، لازم نعمل اسسمنت بالسي تي عشان ما نقعش في الغلط دي. لما نلاقيهم هما الاثنين دول غالبا ليمف نودز، ده دول غالبا حاجات فاسكولار، لكن هما ليمف نودز، لكن اقل اهميه من ان يبقى فيه يوني لاترال هايلر انلارجمنت وتبقى سنترال برونكوجينيك كارسينوم. من الحاجات برضو في اللي بتاعه الهايلم الفيتشرز اللي هو الساين 1 2 3 ساين، ان ده وده اللي احنا بنشوف الساركويدوزس، تلاقي رايت باراتراكيال ليمف نودز وباي لاترال هايلر ليمف نودز ماشي. طيب هو فين المشكله هنا يا جماعه؟ ده في البالمونري، يعني بالمونري ابنورماليتي، ولا في التشيست وول، ولا في الهايلم. انا عندي الليفت هايلم هنا شايفين قد ايه، ده اللي احنا بنشوفه البرونكوجينيك كارسينوما يا شباب. من فضلك اوعى تفوت حاجه زي كده، يعني ده انديكيتد للسي تي على طول. شايف الهايلم من الناحيه الثانيه ولا حاجه. طيب خلصنا الهايلم الدافرام، نبقى احنا عارفين ان الرايت كوبلا اعلى سنه من الليفت كوبلا عشان الليفر نايم تحتها. نبقى احنا عارفين ان اللي نايم دايركت اللي تحت الليفت كوبلا هو الاستومك، ومفيش فرق بين الفاندل بابلز الجازز وبين الليفت كوبلا. نبقى احنا عارفين ان الدوم بتاع الكوبلا في السنترال بارت هنا، اعلى حته فيها في نصها هنا ماشي، وبعدين بتنزل كده وبعدين من هنا، ودي اللي هي الكارديوفرينيك انجل اللي بين الهارت وبين الرايت كوبلا او الليفت كوبلا يعني. طيب نبقى احنا عارفين كمان في اللاترال فيو هو فين الرايت كوبلا وفين الليفت كوبلا. الرايت كوبلا هتلاقيها هي اللي مكمله لقدام كده، والليفت كوبلا عشان بتبلند من الهارت، الليفت كوبلا في الهارت في الناحيه الشمال، فهتلاقيها مش مكمله في الناحيه الشمال زي الصوره اللي انت شايفها كده. لما تلاقي الكوبلا مكمله كده اهو، مكمله لقدام، ما حصلهاش انتربشن، ده الرايت كوبلا. سيمبلي الليفت كوبلا لا، جت لغايه هنا وما انت شايف بقى بقيتها راحت فين. ادي الليفت كوبلا اللي تحت دي ماشي يا شباب.
طيب ايه الحاجات اللي ليها علاقه بالديافرام اللي احنا هنبص عليها؟ اهم حاجه تبص تحت الديافرام في هوا ولا لا. لو لقيت هوا ده نيومو بروتونيوم ومش مسموح ان احنا نغلط في حاجه زي كده. الجاستريك بابلز اللي موجود على الناحيه الشمال لو في مسافه بينها وبين هنا ده بقينا نشك في سب بالمونري افيوجن اللي قلناها قبل كده. المسافه اللي بين الرايت كوب لو بين الليفر المفروض ان الليفر نايم دايركتلي تحت الرايت كوب لو في باول ولا هنا ده اللي احنا بنسميه شلياديت سندروم. وهكذا يا جماعه نشوف الكوبله هي موجوده اساسا ولا لا، ولا حصل هيرنيا ولا حصل ايفنتريشن ولا ايه بالظبط. الكوبله اليفيتد موجوده في مكانها ولا نزلت ولا طلعت، يعني في حاجه شدتها ولا في حاجه زقتها من تحت ولا ايه بالظبط. الدوم بتاع الكوبله هي في النص ولا فين بالظبط النورمال يعني. طيب ادي صور اهو يا جماعه، ادي بصينا تحت الكوبله لقينا فيه هواء في الناحيه اليمين هتلقطه بمنتهى السهوله عشان هنا المفروض ان فيه الليفر هنا فده نيومو بروتونيوم. الناحيه الشمال لا ده ممكن الجاز اللي هو تحت اللي في الجاستريك فانتس، لكن ساعات تشوف الهواء بايلاترال بالمنظر اللي انت شايفه ده الجاستريك بابل وده اللي هو الايه النيومو بروتونيوم. مش مسموح ان انت تغلط في حاجه زي كده يا جماعه تماما يعني، وعشان كده دي اهميه الهيدن ارياز اللي احنا بنتكلم عليها. لما انت تيجي تبص للصوره دي تلاقي الدوم بتاع الرايت كوبلا هنا في الاوتر بارت بتاع الكوبلا، يعني اعلى حته في الكوبلا في اللاترال بارت بتاعتها هنا، ده اللي احنا بنشوف السب بالمونري افيوجن. خلاص ده النورمال اهو يا جماعه، لكن الاب نورمال ان انت اللاترال اسبكت اللي هو المفروض نازل لا ده هو طلع بقى اعلى حته، معنى كده ان في حاجه تحته. طيب هنا المفروض ان الليفر مفيش بينه وبين الرايت كوبلا حاجه، بقى فيه باول لوبس او سواء كولون او اي حاجه، ده اللي احنا بنسميه شلياديت سندروم. كل الكلام ده لو انت ما بصيتش تحت الديافرام مش هتشوف الحاجات دي. اخر حاجه نقطه بسيطه هنتكلم عليها اللي هو اللاترال فيو بقى بتاع التشست. ايه الحاجات اللي انت تبص عليها او ايه الحاجات اللي انت هتطلع منها لما تبص؟ هتبص على الفيرتيبرال بادس هتلاقيها كلير، انت في البي ايه مش هتشوفها بوضوح. وقلنا الفيرتيبرال بادز ايه الحاجات اللي ممكن تشوفها فيها. هتبص على الهارت الانتير كاردياك بوردر والبوستير كاردياك بوردر، ولو الليفت اتريوم هتلاقيه هنا انكروشمنت على الريترو كاردياك بيس وهنا الليفت فنتريك اللي تحت. الاورتا لو في انيوريزم هتشوفه ماشي. هتشوف البلورال افيوجن لو هي في الاوبليك فيشرز، هتشوف الافيوجن في الاول خالص لو هي في البوستير كوستوفرينيك انجل. اللانج فيلدز المفروض ان السواد بتاعها بيزيد كل ما احنا بننزل تحت لان فوق في سوبر امبوزد ستراكشرز عليه، فلو السواد ده لقيته بيقل وانت نازل تحت تعرف ان اللانج دي ممكن يكون فيها حاجه كونسوليديشن او اي حاجه او فيها ايه انفلتريشن. معلش احنا طولنا في الموضوع واستفدنا فيه شويه يا جماعه عشان بس الموضوع ده يعني من الحاجات المهمه جدا اللي احنا لازم نكون فاهمينها كويس قوي. شكرا، سلام عليكم.